الحكومة المعترف بها دوليا من قبل الأمم المتحدة هي التي استدعت إيران لتساعدها في محاربة الإرهاب. هل تنكر وجود إرهاب يا أخي في سوريا؟ بس يا سيد حسن هذا يا سيد حسن هذه الحكومة هي من تقتل الشعب يا سيد حسن. إسرائيل معترف بها من الأمم المتحدة، حكومة إسرائيل معترف بها من الأمم المتحدة، لماذا تقاتلون وتدعون قتالها؟ لأن إسرائيل كيان محتل للأرض، اغتصب أرض فلسطين، اغتصب تماما، والكيان الأسدي وكيان محتل لأرض سوريا، كيان الأسدي وكيان محتل لأرض سوريا، استعان بالإيراني والروسي وشذاذ الآفاق والأفغاني لقتل الشعب السوري. من يقتل شعبه هو محتل الشعب. أنا مضطر أني أنهي الحلقة هنا.